الشاي يا دكتور كده يبقى 9 شاي. حط عندك وروح انت غور في 60 خراره، انت هتعد علينا هتتاخر. وكمان 9 شاي ده كلام برضو. انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان متطلباتكم كتيره ونهد كمان، يعني مش مخليه مخلص عليا اول باول، وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي، ده كل اللي انا باخده ب 50 مللي. بس بتاخد كل يوم يا بابا، وهو ده الخطر. الله جمالك يا تامر يا اخي، ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايزين مني ايه؟ حاضر. قال لي احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ احنا رجاله خايبه قوي على فكره، مع ان النفر مننا ممكن يتجوز مرتين وثلاثه. صدقوا ان انا نسيت اتجوز بعد مراتي ما ماتت. انا ما اقدرش اتجوز على مراتي، كدب خيبه، كل يوم جايبه اجلي اول باول. انا سمعت ان هي جامده حبتين. قال يعني انت اللي حامي خلاطك قوي، ما انت متداول في البرشام عشان تسد. يا ريت نافع. ما تجوزتش انت ليه بقى يا سامح؟ ما مراتك ودعت هي كمان. اه والله صحيح، مع ان الواد كريم ما عندوش مال. صحيح يا بركه، انت ما اتجوزتش ليه؟ خايف منها. بتتكلم بجد؟ يا الله، اصلها لو عايشه كانت قتلتني. عشان كده يمكن ده اللي خلاني خايف، مش عايز اتجوز دلوقتي. يا عم دول نسوان فار، كل واحدة عايزة تتجوز واحد ويبقى بتاعها هي لوحدها. اه المساواة، البت زي الولد. يا عم ما تشرب يا عم وتخلص. احنا هنحكي في المحكي، احنا خلاص بقينا فيستن، ما ينفعش ضعاف لا نفتح بيت تاني ولا تالت. بس انت كف الاولاني. اتكلم عن نفسك. ماشي. احنا مش ضعاف ولا حاجة، النسوان هي اللي بقت مفترية. قالوا يقول لك العوانس كتير في البلد. الله، ما هم لازم يبقوا كتير، كل واحدة متجوزة واحد ومحتكراه، مع إن الحكومة منع الاحتكار. إنما لو سمحت بقى إن جوزها يتجوز واحدة واتنين وتلاتة، مش هيبقى في عوانس في البلد. الله ينور عليك. الله يا فكرة. طب بس إزاي بقى نقدر نقنع الستات انهم يوافقوا على الحكايه دي؟ بالجزمه. بالجزمه عليا اليمين اللي انا متجوز. انا بابا ليه؟ ابعت خش يا معلم. يا معلم. على الباب اهو، الباب اهو. ليلى، ايه يا بنتي بقالي ساعه بنادي عليكي، سرحانه في ايه؟ مفيش يا ماما، كان نفسي اربيها يا ماما. ياه، هنرجع للحكايه دي تاني؟ حاسه ان ربنا بعتلي بنت يعوضني بيه عن العيال وانا رفضت. طب ده كانوا قالوا انها بنتك وانت مش عايزه تقولي. انا مش عايزاكي تجيبي سيره الموضوع ده تاني خالص ولا تفتحيه. يلا يلا قومي، في فيلم حلو في التلفزيون، يلا قومي عشان نتفرج عليه. لا انا حنام، تصبحي على خير. براحتك، وانت من اهله يا بنتي.
صباح الخير يا ستي. تعالي تعالي، قلتي لي اسمك ايه؟ خدمتك سناء. تعالي يا سناء. حاضر. اقول لك هتعملي ايه؟ هتسلقي اللحمه دي وتعملي رز ابيض وشويه بطاطس. ها؟ حاضر يا ست هاني، حاضر. ده بعد ما تروقي الشقه، عايزه اشوف شغلك. طبعا ان شاء الله هتتبسطي مني قوي يا ست هاني. استاذ ممدوح لما يصحى تعملي له قهوه مظبوط. حاضر. من عيني. عيني يا ست هاني. وبيدي كان هنا فين؟ اهو. طب يلا بقى روحي المطبخ، تعرفي على مكان البن والسكر وعيشي حياتك بقى. ماشي. صباح الفل يا جمال. صباح الفل يا حبيبي. اتفضل. صباح الفل يا واد. الو. ايوه. انت فين يا ابا؟ رصيدي خلص. فداخل على المحل يا واد. يلا. فين انت بتشتغل؟ ورقة اهو. ايه الحته ما انت خدت مش عايزه امبارح؟ صباح الفل يا نيل. انا بيتها ما بتلغيش لحسن، انا مصدع وتعبان معاك الشغل. خد يا نيل. فين يابا؟ صباح الفل. خد هذا الدواء واشقلب في الهواء. ابويا يا بيتي. ايه؟ طبعا يا نغم. خلص شغله وكلمني يا نغم. السلام عليكم يا عمو. سلام اخويا. الواد كان بيعمل ايه هنا يالا؟ ولا حاجة يابا، ده كان جاري بس كده بيسلم عليا. اتفضل يابا. سلم عليك. صباح الفل يابا. الواد ده مش شد مكوه، لا تبعد عنه خالص. لا خلاص بطل يابا، دلوقتي بيضرب وشاب كده خفيف. تتهرج معايا روح امك. بقول لك تبعد عنه يبقى تبعد عنه. حاضر يابا. حاضر يابا. يلا يابا ورشة. ان شاء الله. اسمع انا. خد الشنطة اللي هناك دي وديها لعمك سيد. حاضر يابا. قول له هي دي العدة اللي طالبها اللص حالا. حاضر يابا. ما تحرك يا لما انا بتكلمش ليه على الصبح. ماشي. انت حاطط الشنطة دي ايه يا يابا؟ يا عم شيل وانت ساكت. ها؟ ربنا يستر ان شاء الله. خلي بالك اخواتك يا بنت سعاد. ما تخافش يا امسك حزه ابويا بعت لك دي. ايه دي؟ دي الشنطه اللي راح الحامل. تسلم على ابوك. يلا اتكل انت. الف سلامه يا عم سيد. الله يسلمك. تروح سعيد. شكرا يا سعيد. الله يكرمك. اركب يا بركه. ركبنا يا سيدي. انت في حد جاي معاك المطار؟ انت انا؟ ايوه. خش جوه يا بنت. يلا اكشفي. يلا يا اسطى. على السلامه يا ابني. الله يسلمك يا سعيد. روحي بقى دلوقتي. كلمني يا سعيد. ان شاء الله اللي هو نصيبه هاني. واتغدى يا اخويا وكل كويس. هو في اكل بعد اكلك يا هاني؟ ربنا يخليك يا سيدي. يلا يا اسطى. ما تخبصي بقى يا عم بقى. كفايه خش جوه يا نجم. كفايه يا بقى. ما تحترم نفسك يالا. الله ما حدين يرفض. شافي يا حبيبي يا سعيد انت لازم تتنسي. مع السلامه يا ابني. ماشي يا اخويا بالسلامه. مع السلامه. مع السلامه يا ابني. درسنا اليوم عن السيمة. وما أدراك ما السيمة؟ واللي بتعملوا فينا السيمة، واللي بيجرف السيمة. كنا زمان بنسمع الناس على طول بتقول سيمة وانت هاتوا فلوسنا. أنا النهاردة هقول سيمة وانت هاتوا عقولنا، هاتوا مبادئنا وعقائدنا، هاتوا عاداتنا وتقاليدنا، هاتوا ديننا. اذكر الله. قول لا اله الا الله من قلبك يا سيدي. السيمة وما ادراك ما السيمة. ليلة امبارح بعد ما صليت العشاء قلت اريح شويه، فضلت اتقلب على السرير ذات الشمال وذات اليمين من ازعاج تلفزيون الجيران الذين لا يراعون حرمة جيرانهم. ما هم معلقين التلفزيون على الاخر. سمعت والعياذ بالله مذيعه تلفزيونيه معاها ضيفه نجمه سينمائيه، وبتسالها بتقول لها ايه اخبار فيلمك الجديد؟ يا ترى الفيلم بيتكلم عن ايه؟ ايه الدراما؟ الاحداث يعني ها؟ ايه المورال؟ اللي هي الحكم والمواعظ؟ فيلمك بيقول ايه؟ بالكم تقول ايه؟ الفيلم الجديد بتاعي بيقول رجل خان زوجته، فهل من حق الزوجة أن تخونه أم لا؟ اذكر الله. من حق الزوجة أن تخونه أم لا؟ تشجيع رسمي على الخيانة، تشجيع علني على تدمير الأسرة. أهدي السيمة. استغفر الله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ايه السيمة وايه اللي بيودينا السيمة؟ ما هو الشباب المراهقين
وأطفالنا الصغيرين هم اللي بيجرجرونا على السيمة. أيوة الله، من إيه بقى؟ من الإعلان، الإعلان اللي بيقعدوا يشوفوه في التلفزيونات. ما هو إعلان الفيلم ده فيه جمرة خبيثة، أو عز الجلال الله، جمرة خبيثة. إيه الجمرة دي بقى؟ الخلطة الشيطانية اللي بيعملوها صناع السيمة. شوية ضحك من اللي هو وكله ضرب ضرب، مفيش شتيمة. الراجل اللي حوله لا قوة إلا بالله، عايز يتضرب شوية ويتشتم شوية. طب ما هو تشجيع على قلة الحي وعلى الجبن والتخاذل، ولا إيه يا ناس؟ أنا نفسي أشوف الجدع اللي هو كتب الفيلم ليه وكتب الكلام دي عشان أوريه الضرب اللي بجد من غير شتيمة خالص. الله استغفر الله واذكر الله من قلبك يا سيدي، قول لا إله إلا الله. مش ده اللي بيحصل ولا إيه؟ شوية ضحك على شوية كلام فاضي بقى من اللي مالك فيه. أمال إيه؟ شوية لحمة، اللحمة اللي أنتوا ما بتقدروش تشتروها. ما اللحمة بقت غالية، غالية خالص، مش كده؟ وما بنقدرش نشتريها. وهم يكسبوا فينا ثواب ويعملوا فينا معروف وكتر ألف خيرهم يفرجونا على اللحمة. ومش أي لحمة، اللحمة البشرية. والعياذ بالله تطلع الممثلة من دول مش عارفة تعرق ايه ولا ايه، والمخرج عمال يجيبها من هنا ومن هنا. وهو سيما انت، استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله. مش الكلام ده بيدخل بيوتنا يا ناس؟ والله الواحد ما عاد عارف حاجة. اللي الواحد عارفه ومتأكد منه ان الدنيا في هذا الزمن الصعب، في هذا الزمن الملعون، بقت سيمة أونطة. خرجنا منها على خير يا رب، وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدا خيرا من يومنا، وارحمنا يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا شيخ، الله يبارك فيك. ربنا يكرمنا جميعا. سلام 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 سلام. بقول لك يا عم، كان في جدع قاعد هنا ومعاه تسجيل، ما شفتش راح فين؟ ما خدتش بالي يا استاذ تمام.